سنائیے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رباعی مجرد بدان کی رباعی مجرد رجیک با مشہور اس بروزن فعل لا يفعل الفعل لتنتون الدحرجتو والتانیدن دحرج يدحرج دحرجة فهو مدحرج ودحرج يدحرج دحرجة فذاك مدحرج لم يدحرج لم يدحرج لا يدحرج لا يدحرج لن يدحرج لن يدحرج الأمر منه دحرج لتدحرج ليدحرج ليدحرج والنهي عنه لا تدحرج لا تدحرج لا يدحرج لا يدحرج والظرف منه مدحرج المدحرجان الرباعي مزيد في بدانك رباعي مزيد في را سي أبواب مشيرة باب أول برواز إني فعل تفعل لا يتفعل لو تفعل لن تن التدحرج غلطيدا تدحرج يتدحرج تدحرجا فهو متدحرج وتدحرج يتدحرج تدحرجا فذاك متدحرج لم يتدحرج لم يتدحرج لا يتدحرج لا يتدحرج لن يتدحرج لن يتدحرج الأمر منه تدحرج لتتدحرج ليتدحرج ليتدحرج والنهي عنه لا تتدحرج لا تتدحرج لا يتدحرج لا يتدحرج والظرف منه متدحرج متدحرجان باب دوم بروزن افعل لا يفعل لو افعل لا الاقشرار موي بربدن برخاستن اقشعر يقشعر اقشعرارا فهو مقشعر واقشعر يقشعر اقشعرارا فذاك مقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لن يقشعر لن يقشعر الامر منه اقشعر 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 لتقشعر 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 ليقشعر 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 والنهي عنه لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر والظرف منهم مقشعر مقشعران باب السبون بروزن افعل لا يفعل لو افعل لا لنتون الاحرنجام انبه شدن احرنجم يحرنجم احرنجام فهو محرنجم واحرنجم يحرنجم احرنجام فذاك محرنجم لم يحرنجم لم يحرنجم لا يحرنجم لا يحرنجم لن يحرنجم لن يحرنجم الامر منه احرنجم لتحرنجم ليحرنجم ليحرنجم والنهي عنه لا تحرنجم لا تحرنجم لا يحرنجم لا يحرنجم والظرف منه محرنجم محرنجمان ابواب مثال ثلاثي مجرد باب اول مثال وابي الزرابة شن الوعد والعيدة وعد كردن وعد يعيد وعدا وعيدة فهو وعد ووعد يوعد وعدا وعيدة فذاك موعود لم يعد لم يوعد لا يعد لا يوعد لن يعد لن يوعد الامر منه عد لتوعد ليعد ليوعد والنهي عنه لا تعد لا توعد لا يعد لا يوعد والظرف منه موعد والجم مواعد والآلة منه ميعد ميعدة ميعد والجم مواعد ومواعيد وافل تفصيل المذكر منه أوعد والجمع أواعد والمؤنث منه بعد بعديات وعد باب دوم مثال ياي الضربة من اليسر والميسر قمار باختا يسر 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 وميسرا فهو يسر ويسر يسر يسر وميسرا فذاك ميسر لم يسر لم يسر لا يسر لا يسر لن يسر لن يسر الأمر منه يسر لتسر ليسر ليسر والنهي عنه لا تيسر لا تسر لا يسر لا يسر والظرف منه ميسر والجمع ما ياسر والآلة منه ميسر ميسرة ميسان والجمع ما ياسر وما ياسر وأفل تفضيل المذكر منه أيسر والجمع أياسر والمؤنث منه يسرى يسريات يسر باب السبون مثال واوي السمعات الوجل ترسيدا وجل يوجل وجل فهو واجل ووجل يوجل وجل فذاك موجول لم يوجل لم يوجل لا يوجل لا يوجل لن يوجل لن يوجل الأمر منه إيجل تجل يوجل يوجل والنهي عنه لا توجل لا توجل لا يوجل لا يوجل والظرف منه موجل والجمع مواجل والآلة منه ميجل ميجلة ميجال والجمع مواجل ومواجل وأفل تفتيه المذكر منه أوجل والجمع أواجل والمؤنث منه وجلا وجليات وجل باب شهر مثال واوي أذكرمة الوسام والوسامة حسين شدن وسم يوسم وسام وسامة فهو وسيم لم يوسم لا يوسم لن يوسم الأمر منه أوسم ليوسم النهي عنه لا توسم لا يوسم والظرف منه موسم والجمع مواسم والآلة منه ميسم ميسمة ميسام والجمع مواسم ومواسيم وأفعل تفضيل مذكر منه أوسم والجمع أواسم والمؤنث منه وسمى وسميات وسم أبواب مثال ثلاثي مزيد فيه باب أول مثال واوي أسباب إفعال شن الإيقاد آتش فروختا أوقد يوقد إيقادا فهو موقد وأوقد يوقد إيقادا فذاك موقد لم يوقد لم يوقد لا يوقد لا يوقد لن يوقد لن يوقد الأمر منه أوقد لتوقد ليوقد ليوقد والنهي عنه لا توقد لا توقد لا يوقد لا يوقد والظرف منه موقد موقدان باب دوم مثال واوي أسباب تفعيل شن التوكيل سبورت كردن وكل يوكل توكيلا فهو موكل ووكل يوكل توكيلا فذاك موكل لم يوكل لم يوكل لا يوكل لا يوكل لن يوكل لن يوكل الأمر منه وكل توكل يوكل يوكل والنهي عنه لا توكل لا توكل لا يوكل لا يوكل والظرف منه موكل موكلان باب السبون مثال واوي أسباب مفعلة من المواظبة مسلسل كاركردن واظب يواظب مواظبة فهو مواظب ووذب يواظب مواظبة فذاك مواظب لم يواظب لم يواظب لا يواظب لا يواظب لن يواظب لن يواظب الأمر منه واظب لتواظب ليواظب ليواظب والنهي عنه لا تواظب لا تواظب لا يواظب لا يواظب والظرف منه مواظب مواظبان
باب چهارم مثال واوی از باب تفاعل چون التوکل توکل کردن توکل ہے توکل توکل فهو متوکل و توکل ہے توکل توکل فذاک متوکل لم يتوکل لم يتوکل لا يتوکل لا يتوکل لن يتوکل لن يتوکل الامر منه توکل لتتوکل يتوکل يتوکل والنهي عنه لا تتوکل لا تتوکل لا يتوکل لا يتوکل والظرف منه متوکل متوکلان باب پنجم مثال واوی اسباب افتعال چون الافتقاد آتش فروختن اتقد يتقد اتقادا فهو متقد واتقد يتقد اتقادا فذاك متقد لم يتقد لم يتقد لا يتقد لا يتقد لن يتقد لن يتقد الامر منه اتقد اتقد لتتقد ليتقد ليتقد والنهي عنه لا تتقد لا تتقد لا يتقد لا يتقد والظرف منه متقد متقدان باب ششم مثال واوي اسباب استفعال چون الاستجاب سزاوار چیزی شدن استوجب يستوجب استجابا فهو مستوجب و استوجب يستوجب استجابا فذاك مستوجب لم يستوجب لم يستوجب لا يستوجب لا يستوجب لن يستوجب لن يستوجب الامر منه استوجب لتستوجب ليستوجب ليستوجب والنهي منه لا تستوجب لا لا تستوجب لا يستوجب لا يستوجب والظرف منه مستوجب مستوجبان ابواب اجوف ثلاثي مجرد باب اول اجوف واوي از نصرات من القول گفتن قال يقول قولا فهو قائل وقيل يقال قولا فذاك مقول لم يقل لم يقل لا يقول لا يقال لن يقول لن يقال الامر منه قل لتقل يقل يقال والنهي عنه لا تقل لا تقل لا يقل لا يقال والظرف منه مقال والجمع مقاول والآلة منه مقول مقولة مقوال والجمع مقاول ومقاول وافل تبديل المذكر منه اقول والجمع اقاول والمؤنث منه قولا قوليات قول باب دوم اجوف يعي الضربة البيع فروختن باع يبيع بيع فهو بائع وبيع يباع بيع فذاك مبيع لم يبع لم يبع لا يبيع لا يباع لن يبيع لن يباع الامر منه بيع لتباع ليبيع ليباع والنهي عنه لا تبع لا تباع لا يبيع لا يباع والظرف منه مبيع والجمع مبايع والآلة منه مبيع مبيعة مبيع والجمع مبايع ومبايع وافل تفضيل مذكر منه ابيع والجمع ابايع والمؤنث منه بوع بوعيات بويع باب سبوم اجوف واوي السمعات الخوف ترسيدا خاف يخاف خوفا فهو خائف وخيف يخاف خوفا فذاك مخوف لم يخف لم يخاف لا يخاف لا يخاف لن يخاف لن يخاف الامر منه خف لتخف ليخف ليخف والنهي عنه لا تخف لا تخف لا يخف لا يخاف والظرف منه مخاف والجمع مخاوف والآلة منه مخوف مخوفة مخواف والجمع مخاوف ومخاويف وافل تفضيل المذكر منه اخوف والجمع اخاويف والمؤنث منه خوف خوفيات خواف ابواب ثلاثي مزيد في الاجواف باب اول اجواف واوي اسباب افعال تن الاقامه قائم كردن اقام يقيم اقامه فهو مقام فهو مقيم اقيم يقام اقامه فذاك مقام لم يقم لم يقيم لم يقم لا يقيم لا يقام لن يقيم لن يقام الامر منه اقم لتقم ليقيم ليقام والنهي عنه لا تقم لا تقم لا يقيم لا يقام والظرف منه مقام مقامان باب دوم مثال واوي باب دوم اجوف واوي اسباب تفعيل چون التقويم استوار كردن قوم يقوم تقويما تقويما فهو مقوم وقوم يقوم تقويما فذاك مقوم لم يقوم لم يقوم لا يقوم لا يقوم لن يقوم لن يقوم الامر منه قوم لتقوم ليقوم ليقوم والنهي عنه لا لا تقوم لا تقوم لا يقوم لا يقوم والظرف منه مقوم مقومان باب السبوم اجوف واوي باب مفاعلة چون المقاومة مقابلة كردن قاوم يقاوم مقاومة فهو مقاوم وقوم يقاوم مقاومة فذاك مقاوم لم يقاوم لم يقاوم لا يقاوم لا يقاوم لن يقاوم لن يقاوم الأمر منه قاوم لتقاوم ليقاوم ليقاوم والنهي عنه لا تقاوم لا تقاوم لا يقاوم لا يقاوم لا يقاوم والظرف منه مقاوم مقاومان قاوم 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 قاومت قاومت قاومتا قاومنا قاومت قاومتما قاومتم قاومتي قاومتما قاومتن قاومت قاومنا قوبما 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 قوبم قوبمت قوبمتا قوبمنا قوبمت قوبمتما قوبمتم قوبمتي قوبمتما قوبمتن قوبمت قوبمنا يقاوم يقاوم يقاومان يقاومون تقاوم تقاومان يقاومن تقاوم تقاومان تقاومون تقاومين تقاومان تقاومن أقاوم نقاوم يقاوم يقاوم يقاومان يقاومون تقاوم تقاومان يقاومن تقاوم تقاومان تقاومون تقاومين تقاومان تقاومن أقاوم نقاوم لم يقاوم
لم يقاوم لم يقاوم لم يقاوم لم تقاوم لم تقاوم لم يقاومنا لم تقاوم لم تقاوم لم تقاوم لم تقاوم لم تقاوم لم تقاومنا لم أقاوم لم نقاوم لم يقاوم لم يقاوم لم يقاوم لم يقاوموا لم تقاوم لم تقاوم لم يقاومنا لم تقا لم تقاوم لم تقاوم لم تقاوموا لم تقاومي لم تقاوم لم تقاومنا لم أقاوم لم نقاوم لن يقاوم لن يقاوم لن يقاوم لن يقاوم لن تقاوم لن تقاوم لن يقاومنا لن تقاوم لن تقاوم لن تقاوم لن تقاوم لن تقاوم لن تقاومنا لن أقاوم لن نقاوم لن يقاوم لن يقاوم لن يقاوم لن يقاوم لن تقاوم لن تقاوم لن يقاومنا لن تقاوم لن تقاوم لن تقاوم لن تقاوم لن تقاوم لن تقاومنا لن أقاوم لن نقاوم قاوم 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 قاومي قاوم قاومنا لتقاوم 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 لتقاومنا ليقاوم 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 لتقاوم لتقاوم ليقاومنا لأقاوم لنقاوم ليقاوم 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 لتقاوم لتقاوم ليقاومنا لأقاوم لنقاوم لا تقاوم لا تقاوم لا تقاوم لا تقاوم لا تقاوم لا تقاوم لا تقاومنا لا تقاوم لا تقاوم لا تقاوم لا تقاوم لا تقاوم لا تقاوم لا تقاومنا لا يقاوم لا يقاوم لا يقاوم لا يقاوم لا تقاوم لا تقاوم لا يقاومنا لا أقاوم لا نقاوم لا يقاوم لا يقاوم لا يقاوم لا يقاوم لا تقاوم لا تقاوم لا يقاومنا لا أقاوم لا نقاوم چلیے شاباش بھائی شاباش. اچھا بھائی صیغہ بیان کرتے ہوئے کتنی چیزیں ذکر کرنی چاہیے؟ سات چیزیں کم از کم، چھ تو ضروری ہیں اور بعض جگہ سات ہو جائیں گی. جی اول کیا ہے کہ صیغہ واحد ہو یا مؤنث. ہاں سب سے پہلے صیغہ ذکر ہوگا، اس کے بعد فعل ذکر ہوگا، اس کے بعد فعل ذکر ہوگا. شاباش. تیسرے نمبر پر پھر شش اقسام، پھر فعل مضارع ہو یا ماضی ہو. ہاں یہ تو دوسرا ہے. تیسرا کیا ہے؟ معروف ہو یا مجہول. معروف ہے یا مجہول ہے. جی چوتھے نمبر پر پھر شش اقسام، شش اقسام میں کیا ہے؟ ثلاثی مجرد وغیرہ. بھائی جی اس کے بعد پھر ہفت اقسام میں، ہفت اقسام میں کیا ہے؟ صحیح ہے، مثال ہے، جوف ہے، ناقص ہے، کیا ہے؟ جی اس کے بعد، اس کے بعد کون سے باب سے ہو، کس باب سے ہے، مثلا باب ضربہ ہے یا افعال ہے وغیرہ. اور اس کے بعد اگر کوئی قانون ہو، قانون اس میں لگا ہے تو وہ قانون بھی بیان کر دیا جائے کہ اصل میں یہ صیغہ یہ تھا، اس وزن پر تھا، پھر یوں ہوا اور یہ بن گیا. بھائی شاباش بھائی شاباش. اگلا باب لکھیے بھائی، باب چہارم اجواف یائی. باب چہارم اجواف یائی از باب تفاعل. اسباب تفاعل عین مشدد ہے. چون التدین تدین، چون التدین دیندار شدن، دیندار شدن. تدین یتدین تدینن، تدین یتدین تدینن. فہو متدینن فہو متدینن. وتدین یتدین تدینن وتدین یتدین تدینن. فذاك متدين فذاك متدين. لم يتدين لم يتدين لم يتدين لم يتدين. لا يتدين لا يتدين لا يتدين لا يتدين. لن يتدين لن يتدين لن يتدين لن يتدين. الأمر منه
تدین الامر منہ تدین لتو تدین تدین لتو تدین لیتدین 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 والنہی عنہ والنہی عنہ لا تتدین لا تتدین لا تتدین لا تتدین لا يتدين لا يتدين لا يتدين لا يتدين والظرف منه والظرف منه متدين متدينان متدين متدينان لکھ لیا بھائی؟ گردان مکمل ہوئی. آگے قانون بھی لکھ لیجئے. قانون قانون باب تفاعل باب تفاعل اور باب تفاعل اور باب تفاعل کے مضارع میں کے مضارع میں جب بھی دو تاء مفتوحہ جمع ہو جائیں جب بھی دو تاء مفتوحہ جمع ہو جائیں جب بھی دو تاء مفتوحہ جمع ہو جائیں تو ایک تا کو حذف کرنا جائز ہے تو ایک تا کو حذف کرنا جائز ہے. مثلا تتدینو اور تضاربو پڑھنا جائز ہے تضاربو پڑھنا جائز ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جتنے اب تک آپ نے ابواب پڑھے باب تفاعل اور باب تفاعل میں ہر جگہ بھائی سمجھے جو بھی باب آئے جو بھی صیغہ اس باب سے آئے اس کے مضارے میں جب دو تاء مفتوحہ جمع ہو جائیں دونوں تا پر زبر ہو تو اس وقت ایک تا کو حذف کرنا جائز ہے بھائی. معلوم ہو یہ معروف میں ہو سکتا ہے مجہول میں نہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ وہاں دونوں تا مفتوح نہیں رہتی کیونکہ تتدینا یتدینا تو وہاں یا مضموم ہو گئی. تو دو تا مفتوحہ ہوں تو ان میں سے ایک کو حذف کرنا جائز ہے بھائی. تو جگہ بہت جگہ آپ کتابوں میں دیکھیں گے بھائی وہ ایک تا کو حذف کر لیتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ جی. تو تدیا تو اب فرق کس سے ہوگا؟ تدیا ماضی میں بھی ایک تا تھی فرق آخری حرکت سے ہو رہا ہے. ماضی ہے تدینا اور مضارے میں ایک تا حذف کی تو وہ ہے تدینو. سمجھ میں آیا؟ جی. تو پہلے صیغے میں اس سے فرق ہو جائے گا اور باقی صیغوں میں بھی فرق ہو جائے گا بھائی. سمجھ میں آیا؟ باقی صیغوں میں تو تدینانی. سمجھ میں آیا؟ یہاں تو ماضی سے فرق ہو گیا. ماضی میں تو تدینا آئے گا بھائی. جی بڑا قیمتی قانون ہے یاد رکھنا بھائی. بھائی عجیب گردانے ہیں بھائی پتہ بھی نہیں چلے گا آپ بڑے صرفی بن جائیں گے انشاءاللہ. کوئی صیغہ مشکل رہے گا ہی نہیں بھائی. عجیب آسان طریقہ ہے. بس شرط اس کی یہ ہے کہ گردانے روز دہرائی جائیں ساری بھائی پختہ سے پختہ تر. اور جب تک کبیر بھی ساتھ پختہ نہ ہو جائے اگلا سبق نہ ہو بھائی. سمجھ میں آپ تو ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں بھائی
بہترین یاد کر رہے ہیں، اس لیے مسلسل سبق چل رہا ہے بھائی، ورنہ کمزور ہو تو آگے نہیں جانا بھائی جب تک وہ گردان صحیح طریقے سے نہ سنا دے بھائی. اور آپ نے یہ بھی غور کیا کہ شروع میں آپ نے جب احمر احمر والی گردان پڑی تھی بڑی مشکل لگ رہی تھی، لیکن سب سے زیادہ لطف اسی گردان کو سنانے میں آتا ہے، لم یحمر لم یحمر لم یحمر، آسان ہے، وہاں شبہ خطرہ ہی نہیں ہوتا غلطی کا بھائی. اس طرح اقشعر را اقشعر رو بھائی، وہ بھی ہاں بہترین. پھر اس کے بعد یہ جن گردانوں میں تعلیلات ہوتی ہیں، قال یقول باع یبیع، یہ سب سے مشکل لگتی ہیں بظاہر، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ لطف انہی کے اندر آتا ہے بھائی، سب سے زیادہ لطف آتا ہے اور سب سے پختہ تر یہ ہو جاتی ہیں بھائی. تو جتنی تعلیل ہوئی ہو اتنا ہی لطف آتا ہے بھائی، آدمی رفتار سے سنائے اور ساری تعلیلات ہوتی چلی جا رہی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا بھائی. تو یہ عجیب گردان آسان ترین طریقہ ہے بھائی، بہت آسان اور بہت بابرکت طریقہ ہے بھائی. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ، پرانا یہ طریقہ تھا ہمارا نا، پرانا یہ. اور انشاءاللہ صرف یہ گردانیں بھی اگر انسان کو یاد ہوں تو مشکل پیش نہیں آتی، لیکن پھر بھی یہ گردانیں بالکل مبتدی طالب علم کے لیے ہیں بھائی. پھر اس کے بعد چند کتابیں صرف کی پڑھ لے، وہ جلدی جلدی ہو جاتی ہیں، ان میں مزید اضافی باتیں آ جاتی ہیں تو بڑا صرفی آدمی بن جاتا ہے بھائی. چلیے بھائی بس بھائی، اللہ آپ سب کو بڑا عالم بنائے، تحصیل علم اور علم عمل کی سب کو توفیق نصیب فرمائے بھائی. چلیے بس، ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.